بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية السنة الثالثة ابتدائي ميز ابرونتيساج اون فرونسي. العنوان ديال الكتاب اذا نستكمل مع الصفحة رقم 14. عندنا في الاعلى كما تنشوفوا عندنا جابرون لي كونسين. جابرون لي كونسين يعني انا اتعلم. لو فيرب ابروندر يعني تعلم. تعلم جابرون لو فيرب ابروندر. اذا جابرون لي كونسين انا اتعلم ماذا؟ التعليمات على شكل أوامر أن تعطى سواء شفهيا أو بالإشارات كما عندنا هنا. إذن جابخون لكونسين تلك الرموز التي يقصد بها تعليماتنا. مثلا في الصورة الأولى كما تنشوفوا جو كولوري. جو كولوري يعني أنا ألون كما تنشوفوا في الصورة. جو كولوري يعني أنا ألون. إذن سلفار كولوري. ثم بعدها جو رولي سلفيرب رولي. هذه تتنطق بحال بحال روليغ. روليغ يعني انك تقرا ثانيه. هذاك روليغ. هنا عندنا لوفيرب رولي. رولي يعني انك تربط. رولي او لي يعني انك تربط. انك تربط بين مثلا السؤال وجوابه مثلا، او تربط بين كلمه وكلمه اخرى يعني هناك علاقه بينهما. جوكوش. جوكوش يعني أنني أعمل علامة. جوكوش سلافير كوشي. جوكوش يعني أنا أعمل علامة سلافير كوشي. عندنا أيضا جيكري. جيكري المقصود بها أنا أكتب سلافير إكخير. جونتور يعني أنا أدور على يعني أعمل دائرة على. جونتور سلافير أنتوري. أيضا جونكادر عندها علاقة باسم كادر. لو كادر يعني هو الإطار. جون كادر يعني أنني أؤطر. سلافير أون كادري. سلافير أون كادري يعني أطر. أيضا جو سولين. جو سولين تنشوف هذا فعل سوليني حل فيه جوج الكلمات. الكلمة الأولى هي سو يعني تحت. ثم عندنا كلمة لين. لين طبعا هو السطر. ثم عندنا كلمة لين. لين المقصود بها السطر. إذن المقصود بالفعل ككل أنك تعمل سطر تحته. المقصود أنك تسطر تحته. جو سولين سلافير سوليني. أيضا جو فابريك. جو فابريك لا فابريكاسيون يعني الصنعة. إذا جو فابريك يعني أنا أصنع. سلافير فابريكي يعني هو فعل صنع. جولي يعني هذا لافير لير. إذا جولي أنا أقرأ. سلافير لير يعني أنا أقرأ. ومنها مثلا كما قلنا فيما سبق يعني أنا أقرأ ثانية أو مرة أخرى نقول جولي. يعني تتشبه في النطق ديالها بحال لوفير غولي يعني رابطة كما شفنا في الصورة الثانية. عندنا أيضا جوجو سلوفير جوي ومن كلمة جوي يعني اللعبة. إذا جوجو أنا ألعب. أيضا جو كومبليت. جو كومبليت يعني أنا أتمم. كما تنشوفوا عندنا نقاط وهناك تتمة. تتمة بالحرفين أو أن. سلوفير كومبليتي. سلافير كومبليت يعني أتم. إذن جو كومبليت يعني أنا أتمم. ثم عندنا في آخر صورة طبعا الحال جو كونت يعني أنا أعد. جو كونت يعني أنا أعد يعني أنك تعد الأشياء المطلوبة منك عدها. إذن إن شاء الله غنكملوا مع الحلقة الأخرى. ألونتوس أليكول. حياكم الله وإلى لقاء قريب بإذن الله.